لعبنا ضد فريق محترم، خسرنا زوز نقاط هذا اللي نجموا نخرجوا به، خسرنا زوز نقاط في ميدانا، نحاولوا نعوضوهم نحاولوا نلعبوا ونعوضوا نجموا نقولوا احنا بالنسبه لي ديما نتيجه سلبيه. الحاجه الباهيه الاولى اللي لعبت كل جريت لعبت كل خدمه مع بعضها تحسها معناتها ايتا ديسبري تري بوزيتيف، لعبت كل تقاتلت على الكوره، شفنا لعبت كل وخرت كي عنا الكوره ما خذيناش برشا انيسياتيف، احنا نقولوا سورتو في الباس في الانترفال ناخذوا فيها ونلعبوا في شطار تيران صحيح، اما في 30 متر الاخرين ما خذيناش ريسك في باس ولا معناتها جاتنا كوره برك نتاع والون دوي اللي تلعبت في الظهر كانت بريسك وجه لوجه. الشوط الثاني كنا خير برشا من الترجي، ما خليناهوش يلعب واحنا امبوزي نوتر جو. الشوط الاول كان هو خير منا، دونك بون في الاخر احنا خسرنا دو بوان ضد الفريق اللي هو معناتها الترجي، ما نساوش اللي هو الترجي زاد هو ما خليناش نلعبوا كان الكره، كان فما ديما ضغط على اللاعبين، كانت لعبه برشا في الوسط الميدان دي دويال، معناتها هي نتيجه كما نقولوا الشوط الاول ليهم الشوط الثاني لينا، نتيجه عادله ما كي تشوف الكلاسمون تولي احنا خسرنا دو بوان. Pensé qu'on a fait deuxième mi-temps, oui. Y a en plus qu'en face on avait un des meilleures équipes de la Tunisie. Je crois que c'est deuxième mi-temps, on était nettement supérieur à l'adversaire. On a fait le mérite pour gagner les trois points. Bon, on a bien commencé la première mi-temps, les premières 7-8 minutes. Après l'Espérance, il a commencé à faire son jeu. Et ils ont mené le jeu, ils ont mené le rythme de jeu, nous on a suivi, c'était une erreur. Et à la mi-temps, on a parlé avec les joueurs, c'est nous qui devait prendre l'initiative de jeu. Et je crois que c'était mieux, c'était beaucoup mieux, on a eu beaucoup plus de circulation de ballon. L'Espérance, ils n'ont pas créé une situation de but. Je suis venu, quand tu as fait la CCI, avec un SF, tu as fait la CCI. بس هي واحد حب يلعب من الاول، عملت اكسيلاسيون حسيت بدقان من تالي بديسكو خرجت حبيت نكمل يا اخي ما نجمتش. سي ثاني عمام وفي اول ظهور ليك في البلاي اوف قدمت مردود طيب للغايه. الحمد لله يا ربي، هذا الكل فضل من عند ربي، واحد قاعد يخدم على روحه سواء يلعب مع السبور قاعد يعطي في الاضافه. استحقوني في السنيور كي دخلت عاونت اصحابي والحمد لله، هذا كل مش بالساهل، معناها تعب واحد قاعد يخدم على روحه، ربي يوفقني وان شاء الله جاي خير. في اول دخول ليك وكانك اساسي الحقيقه، لعبت تقريبا 8 دقيقه، هاني شفناك اليوم من الكونترول الاول خديت كره بالصدر، خديت برشا ثقه، الكره الاولى ممكن سهلت لك برشا امور فنيا. صحيح الكره الاولى سهلت لي برشا امور ودخلت مركز لعبت ساهل، عاونت اصحابي الحمد لله، هذا كل التوفيق من عند ربي وان شاء الله جاي خير. كهو تعادل تشوف مس تخدم مصلحه سي سي قدم مباراه، نحن كورنا بالباهي حبينا نربحوا، الله غالب، الاولاد كل عطاوا عليهم، ان شاء الله المره الجايه نفرحوا الجمهور وان شاء الله جاي خير. في الشوط الاول نجم نقولوا الترجي كان افضل، لكن في الشوط الثاني سي اس اخذ بزمام الامور، لكن غاب الوصول لكاز معز بن شريفي، علاش؟ صحيح هذا اللي شفته بشوط كما شفتوا اليوم، هذا اللي الشوط الاول تحس الاسبيرونس دخل دخله خير منا، دخل في الماتش خير منا، مي دوزيام ميتو عملنا ريكسيون باهيه، عملنا دوزيام ميتو باهيه، جبنا خلقنا برشا فرص ما تمكناش نسجلوها. ما نساوش زاد اليوم يعني لعبنا كونتر كيب قويه كيب الاولى في الكلاسمون مش من صدفه يعني، عملنا ماتش باهي اليوم، ناخذوا الحاجات الباهيه ونزيدوا نخدموا عليهم، الحاجات الخايبه نزيدوا نصلحوهم في التمرين ان شاء الله. سي سي ربح نقطة اليوم اللي خسر نقطة. والله كان صحيح في بلادنا لازم تروا بوان ما نساموش فيهم، مي كي يعني الكونتور زاد فيه بوان كيما نقولوا فيها نقبلوا ان شاء الله جاي خير. بالنسبة لمستقبل سي سي في البطولة تشوف انه ولا يبعد على طلع الترتيب شوي؟ لا عليه بعد على طلع الترتيب، احنا عندنا 4 بوان والاولاني قادش عنده تو. يعني مرهونه في يعني ماتش وقدر ربي في الثانيين يعني مش بعد مازال برشا لعب. سي سي ربح نقطه ولا خسر نقطتين؟ بيان سور مادام طيب الميري خسرنا نقطتين، سورتو معناها اللي عرفنا كيفاش نوقفوا الفريق المنافس في الميتون الاول، دزي ميتون حكمنا في الميتون، جاتنا الفرصه باش نربحوا على غالب ما كتبش، ما علينا كان نزيدوا نخدموا باش نعوضوا اللي فاتنا اليوم ان شاء الله. لا بالنسبه لي لك ما جاتكش كور كيما البارتيات اللي فات، علاش؟ والله اليوم المدرب معناها اكتشف معايا رول، عملت الفلون غوش كل معناها نوخر ونقدم، هي صحيح عطيت دو اوكازيون تاع بونتو وجات اوكازيون الحمد لله، واحد يخدم وين يحط المدرب يلزمو يبدا حاضر،
سواء مركي عليه ولا مركي غيره، المهم ندي راس فيقسي يلزمنا نجيبوا نقاط سورتو في التيران تاعنا كما قلت خسرنا زوج نقاط. بالنسبه للسابع شفناك مضروب خلاص من الطرف. والله صحيح ركبتي قلقتني شويه، ان شاء الله غدا نمشي لمفحوصات ان شاء الله ربي يقدر خير ان شاء الله. اليوم شفنا الشوط الاول كان فيه ترازي خير، الشوط الثاني السيساس خذا بزمام الامور، شنو اللي نقص السيساس باش ما ربحش؟ شنقص يظهر لي نقصت لاكريزيفيتي في الدزويت، معناها بزيد جوير نقولوا نحن لازم نكونوا مركزين اكثر. كما تعرف ماتشويت هذوما يظهر لي ثم ديتاي ما خدمش اللي هو البلاريتي الحقيقه مش كيما العاده اليوم. كما قلت كرمي تو ميتو سيرتو تزمي تو كنا خير منهم. الحمد لله ما نعيش باش نقول لك ماتشويت هذوما ما تربحش ما تخسرش. جوير الكل كنا عازمين على الربح ما جاش الربح. لازمنا نبنيو على الحاجات البوزيتيف، وكما تعرف يظل مستنى فينا ماتش اصعب اليوم نتاع الكاف. ان شاء الله قولوا نحن ان شاء الله في الماتشات الجاي نكونوا خير من هناك ان شاء الله. بالنسبه للسي اس اس تشوفوا انه في التابلو الاكيبات الاخرين هربوا شويه؟ كيف نقول لك كلها ربحت الاتوال مازال يظل مازال كل شيء وارد، خاطر يظل قولوا نحن مازالوا بريسك 6 ماتشات ثامل باش يجي كوني، وكما تعرف ثامل باش تخرج يظل صعب صحيح مية ذول يلزمنا نربح الماتشات الكل. وكما تعرف الكرة ثمش حكاية مسابقة، إن شاء الله كما قلت لك إن شاء الله جاي خير إن شاء الله.